اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد. وصلنا لفقره التكنولوجيا الاسبوعيه مع ضيفنا المهندس ومهندس البرمجيات طارق الشامي. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الخير يا طارق، كيف حالك؟ تمام الحمد لله ماشي الحال. طارق، نبلش باول خبر عن تطبيق حديث لاجهزه الماك بتساعدنا انه نستخدم الكمبيوتر عن طريق حركه الايد، يعني اشرح لنا شويه تفاصيل. تمام، هلا شفنا من قبل انه في كتير اضافات بنضيفها على الاجهزه، هي قطع الكترونيه مشان نتحكم عن طريق بالاجهزه عن طريق الموشنز، عن طريق حركه الايد. بس هي اول مره بنشوف ابلكيشن خصوصا لجهاز الماك، لنظام الماك او اس، انه بس ابلكيشن هو بدون اي اضافات ثانيه، بحيث انه طريقه التحكم بتصير عن طريق الكاميرا، انه انا الموشنز تبعون ايدي بتحكم بالجهاز، مو كل ابلكيشنز الجهاز، الابلكيشن خلينا نقول الاساسيه بالنظام الماك عن طريق الموشن تبعون ايدي. فانه كانت بس انه مجرد ما نزل ابلكيشن، اسم الابلكيشن كنترول اير، متوفر لكل نسخ الماك او اس، بنزل الابلكيشن وبكل سهوله انه فيني اتحكم عن طريق حركه ايدي بالابلكيشنز الاساسيه مثل مشغل الموسيقى، مستعرض الشرائح اللي هو مثل باوربوينت بالضبط، عن طريق كليك بالهواء كليك، او حتى اذا بدي اعمل بوز او انه اعمل له ميوت اذا جاني شيء ثاني بيعمل له اشاره الشش، فانه هو بيفهمها فورا انه بيسكت، وبس انه يرد اعمل نفس الحركه مره ثانيه بيرد بيرجع الصوت. الابلكيشن متوفر فري بالاب ستور وفي اي حدا ينزله هلا. شو حلو عن جد التطبيق، مرتي جاي هيك تعملي شش للجهاز. طب في يعني مشكله معظم بيعاني منها اللي هي لما بتخلص شحن اجهزتنا بسرعه كثير احيانا، هلا عم بيحكوا عن بطاريه بامكاننا نشحن او تشحن الاجهزه بدقيقه واحده؟ تمام بالضبط. هلا العلماء بامريكا خلينا نقول طلع منهم نتاج بعد ابحاث علميه كبيره لهم سنتين عم يشتغلوا على الموضوع، طلعوا هلا ببطاريه من الالمنيوم. بطارية الألمنيوم هي بتتميز على البطاريات المتوفرة هلا بالموبايل اللي هي الليثيوم. بطاريات الليثيوم نحن بنعاني منها كتير، ليش؟ لأنه عدد دورات شحنها كتير قليل، 1000 دورة بس، إنه أنا بعد 1000 دورة البطارية بتوقف عن العمل. هي إحدى مشاكل بطاريات الليثيوم، غير إنها قابلة للانفجار. بالضبط. قابلة للانفجار، إذا تعرض. بالضبط، إذا تعرضت لحرارة عالية بتنفجر بسهولة، حتى لو إنه ما ثقبناها أو ما قربنا عليها، ضل المجسم تبعها مغلق. ممكن انها تتعرض للانفجار. لطيف، ممكن حتى تشوه الوجه اذا الواحد مثلا عم بيحكي تليفون والهاتف على الشحن. اكيد اكيد كثير بتضر. فهلا طلعوا ببطاريه الالومنيوم، هي بطاريه الالومنيوم قابله للشحن 7500 دوره، فهي نسبيا كثير عاليه بالنسبه ل 1000 دوره اللي هي الليثيوم. 7 اضعاف. غير قابله للانفجار وانها كثير لينه، هي احدى كمان ميزاتها، وقابله للطي. فانه هلا طرحها كمان رح يكون عن قريب، ما رح يطولوا ما رح انه ياخذوا مده طويله حتى يطرحوها، فهي رح تكون انه عن قريب حتى يطرحوها بالاسواق بالاجهزه الجديده. فهن كثير رح يختصروا علينا وقت ويوفروا علينا، لانه كثير نحن انه بنعاني كمان بمشكله الشحن، انه ما عم نلاقي خصوصيا مع الميزات الموجوده بهواتفنا والابلكيشنز اللي بنشغلها بيخلص الشحن على السريع. فهلا بطاريات الالومنيوم هي بتتميز بقدره اعلى من بطاريات الليثيوم، سعرها رح يكون ارخص من بطاريات الليثيوم نسبيا، لانه ماده الالومنيوم متوفره اكثر من الليثيوم، فهي سعرها رح يكون ارخص بكثير، كثير رح توفر، فهي نسبيا من جميع الجهات افضل من الليثيوم. نعم. هن بس كانوا عم يواجهوا مشكله انه كيف بدهم يطوعوها حتى بتصير الفولتيه تبعها تناسب الموبايل، اما هلا طوعوها وصارت مناسبه لهم. هلا اما انه كمان انه رح تكون متوفره بالسوق خلال 3 شهور تقريبا، رح تتوفر بالاجهزه الحديثه. وامنه اهم شيء، لانه احنا محتاجين صراحه لاختراعات مهمه زي هيك. بالضبط، لانه كثير سمعنا عن هواتف ايفون انفجرت، هواتف سامسونج، كثير في هواتف انفجرت. السبب بيعود مو من تصميم الجهاز نفسه، بيعود بالبطارية. لا انه مشكله بالبطاريه هي كقطعه بيكون فيها مشكله، فانه الليثيوم اللي فيها بينفجر. صح. فهلا حلوها هي المشكله ان شاء الله. هلا خبر اخر ايضا عن موقع الكتروني عربي اسمه باترينا للتجاره الالكترونيه وهو عربي، قد ايه هذا رح يكون يعني شيء جدا مميز، خاصه انه كثير التجاره هلا حكينا عن الانستغرام قبل اسبوعين، قد ايه رح يكون شيء مميز؟ بالضبط مثل ما انت حكيتي، هلا صايره العالم والمتاجر الصغيره خلينا نقول عم يستعملوا كثير السوشيال نتوركس للاي كوميرس مثل الفيسبوك. هلا كثير بنلاقي انه صفحات عامله انه ببيعوا اكسسوارز او شغلات الكترونيه والشغلات اللي بتحبها العالم، بتشد العالم، كثير بنلاقيهم موجودين على الفيسبوك على الانستغرام.
هلا لقينا بدول الخليج عم يستعملوا الانستغرام لهذا الشيء، لقينا هون ببلادنا بلاد الشام عم يستعملوا الفيسبوك اكثر شيء، لانه نحن كل العالم موجوده على الفيسبوك. فهلا انه طلعوا هلا بسوشيال نتورك جديده هي خصوصي للاي كوميرس للتجاره الالكترونيه، سموها باترينا. في الواحد يعمل عليها اكونت فري مجاني بدون اي رسوم، يعرض عليها سواء اذا حب يعرض عليها منتجاته او انه حتى يشتري منتجات يتسوق، ففيه يعرض اي منتج بده اياه، المنتجات اللي بده اياها طبعا كله فري مجانا، هن ما بياخذوا اي عموله ولا بيخصموا من سعر القطاع اي شيء، هن بكل بساطه هن عباره عن وسيط بين البائع بين التاجر والمستهلك. طبعا في الواحد يخصص المتجر الالكتروني تبعه بشكل كامل من حيث الالوان الديزاين التصاميم كلها، طريقه العرض كله فيه يتحكم فيه الواحد من عن طريق حسابه. في كمان ينشر البضائع تبعه على السوشيال نتوركس الثانيه مثل فيسبوك وتويتر وكمان على الانستغرام. هلا متوفر فيه الواحد يعمل تسجيل، التسجيل طبعا مجاني عن طريق الموقع باترينا.com او عن طريق الابلكيشن المتوفر بالاب ستور وكمان بالبلاي ستور. تمام. ففي كمان الواحد كمان عن طريق التايم لاين انه يتابع المتاجر الثانيه، اذا هو ما بده يتابع متجر معين، هو فلنفترض انه مهتم بقطاع معين انه بده يشوف شو عم تعرض المتاجر بقطاع التكنولوجيا، في تابع المتاجر المختصه بقطاع التكنولوجيا ويعملها انه فيو، بتصير بتطلع له عنده بالتايم لاين مثل الفيسبوك، نفس نظام الفيسبوك تايم لاين، انه بتصير بتطلع عنده بالشاشه الرئيسيه انه شو هي المتاجر وفرت منتجات جديده او نزلوا منتجات جديده. بيعمل لايك يعني على او فيو؟ لا ما بيعمل لايك، بيعمل باي. صح باي. بيعمل شيء. اهم شيء اسمه باترينا. شوفوا يعني باترينا هن سموها انه شيء نحن معروف عن الباترينا انه كل شيء بينعرض عليها. طبعا. ايضا في تطبيق مهمته انه يحذف مخلفات الملفات المحذوفه على الاندرويد، نتحدث عنه؟ نعم بالضبط. في احد المشاهدين تواصل معي وقال لي انه انا عم واجه مشكله كثير، انه بعد فتره اي تليفون بشتري حتى لو كانت مواصفاته عاليه عم واجه مشكله انه عم يصير كثير بطيء وكثير وبيعلق وبيضل يقول لي ميموري فول. فانه شو الحل لهي المشكله؟ هلا نحن كثير بنلاقي طرق خلينا نقول اخرى، انه شو بنساوي؟ بنحذف التطبيقات، بنحاول نحذف ملفات صور. صور بس هي ما بتحل المشكله. ليش؟ لانه انا عندي كل البرامج اللي بنزلها بيكون في لها برامج خلفيه، هي ما بتبين عندي انا كمستخدم على واجهه الجهاز او حتى بمتصفح الملفات. فهي الملفات ما في غير انه طريقه واحده حتى احذفها. فهذا الابلكيشن بيساعدني اسمه SD-Maid، وظيفته حذف هي الملفات المخفيه. هي عاده بيكون حجمها كبير لانه بتخزن كل الملفات المؤقته الخاصه بالبرنامج، سواء الجرافيكس او الملفات الصوتيه او اي ملفات تصفح خاصه بالبرنامج، الستيكرز مثلا، كل شيء. كل هي الملفات بتتخزن فيه وهي بتكون مخفيه جدا، يعني مخفيه يعني ما فيني اوصلها بطريقه عاديه على السريع. فهي انه العالم ما بتقدر تحذفها، فانه عاده بيروحوا بيلاقوا الحلول الثانيه، بيحذفوا ابلكيشن ما بعرف شو هيك، بس بتضل المشكله نفسها. هلا الحل عن طريق هذا الابلكيشن اسمه SD-Maid. وظيفه الابلكيشن اول شيء بيفحص ذاكرة الجهاز الداخلية، الاس دي كارد، الرام، الكاش ميموري، بيفحص كل هي الذواكر وبيشوف شو في ملفات مؤقتة كلها بيحذفها، ملفات مخفية كلها بيحذفها، الملفات بالكاش ميموري كله بيحذفها. فأنا فيني إنه يخليه ينظف الجهاز كامل، فهيك إنه بصير الجهاز كل مشاكله إنه بتنحل، ما عاد يعلق، ما عاد يصير بطيء، بصير إنه بيرجع لسرعته الطبيعية. يعني طارق حتى لو مثلا بعت الجهاز ما بيكون عليه شيء، بيكون آمن 100%. تمام. هي إحدى الميزات تبعه الثانية، إنه في كتير من الناس بتخاف تبيع أجهزتها، بخلوهم صور بخلوهم بالدروج تبعهم هيك بيرموها، بس لانه كانوا حاطين الصور. صح. وطبعا في اي حدا يسترجع الصور نسبه كبيره من الصور ويستغلها للاسف. بيستغلها. اي حدا ممكن تبيع الجهاز في يسترجع عن طريق برامج الاسترجاع بالملفات، انه يسترجع هي الصور. صحيح. ويستغلها مثل ما انتم حكيتوا. في تطبيق ما بعرف قد ايه اذا هو شبيه او لا، هو الاي بي يو اس، ايضا بيعمل على حذف الملفات او الجنك فايلز. هلا الاي بي يو اس وظيفته مختلفه شوي، وظيفته انه بس بيتحكم بالرام، انه الملفات الموجوده بالرام البرامج المشغله بوقف لي اياها. مزبوط. اما هو ما راح يحذف الملفات الخلفيه.
فهلا هذا وظيفته الاس دي ميد كمان رح يريحنا من قصه هي انه اذا انا بدي بيع تليفوني ببيع كل الملفات المخفيه اللي موجوده بخلفيه الجهاز بنعمل له داونلود عادي. ايه حجمه موجود بالبلاي ستور, متوفر كمان لاغلب اجهزه الاندرويد من نسخه 2.3 اللي هي نسخه قديمه نسبيا. يعني حتى اذا حدا معه جهاز قديم راح يشتغل عليه ما يهكلهم. وحجمه بس 4 ميجا, قليل انه ما راح ياخذ كثير من الجهاز. فانه بيوفر لك كثير من مساحه الجهاز وامان للجهاز. هلا رح ننتقل لاجهزه الاندرويد, وايضا ميزه جديده فينا نقوم تنزيلها عن طريق جوجل, ميزه الصوت. خبرنا شوي عن هالموضوع. بالضبط, هلا طرحت جوجل ميزه جديده بالابلكيشن تبعها اللي هو السيرش, موجود على كل اجهزه الاندرويد طبعا. بالنسخه الجديده اللي هي 7.01 طرحوا في ميزه انه انا فيني اعمل انلوك للموبايل عن طريق الفويس تبعي. بكل بساطه اني انا بقول بكل بساطة اني بقول للجهاز اوكي جوجل, فهو بيفهم بياخذ نبرة الصوت تبعي وبيعمل انلوك للجهاز. اني بعيد طارق ولا لازم يكون قريب؟ كيف لا لازم يكون قريب نسبيا. نسبة المسافة هلا هي بتعتمد على حسب مواصفات المايك تبع الجهاز انه قديش قدرته على تمييز الصوت. بس انه هي نسبيا لا بدها تكون قريبة. يعني في كتير ناس بتهتم بالاوامر الصوتية, انه بتتحكم عن جهازها بالاوامر الصوتية, فهي الشغلة اكيد رح يحبوها. انه بكل بساطة انه انا ماسك تليفون فلنفترض انه ايدي وسخين الواحد او ياكل او شيء, بكل بساطة بيقول اوكي جوجل رح يفتح الموبايل. رح يفتح الموبايل. ايه هو متوفر توفرت هلا للنسخة الاندرويد لولي بوب 5.0 ورح يوفروها كمان للايس كريم اللي هي النسخة 4.0 عن قريب. ان شاء الله. نختم ايضا مع خبر لشركة دل, اصدرت جهاز لوحي جديد. بالضبط, هلا اصدرت امبارح جهاز فينيو 7000. المميز بالجهاز تصميمه كان كتير رفيع, سمكه بس 7 ملليمتر, فهو نسبيا بالأجهزة اللوحية رقيق. المميز فيه تصميمه, شاشته أول شيء 10 إنش, هي كبيرة كتير رقيق. اعتمدوا اسلوب اعتمدته لينوفا من قبل اللي هو انه الجهاز يكون رقيق والبطاريه تكون بسفل الجهاز مثل ما احنا شايفين بالفيديو. البطاريه والسبيكرز اعتمدوا كمان سبيكرز بتقنيه الاس ار اس اللي هي تقنيه عاليه الصوت, بيكون الصوت تبعها كثير مميز ودقيق. فاعتمدوا هذا التصميم الرقيق انه ليش بيكون مسند وبيكون رقيق بحيث انه حمله يكون سهل, وكمان بيكون مسند بحيث انه انا اذا بدي اوصل الكيبورد فيه بيكون كتير سهل وصلها. هلا مميزات الجهاز, مواصفات الداخليه كانت عاليه, مزود بمعالج انتل اتوم, الذاكره الرام تبعه 2 جيجا بايت, الكاميرا الخلفيه تبعه 8 ميجا بكسل, الاماميه 2 ميجا بكسل. وكمان متوفر بانترنال ميموري 16 جيجا بايت و32 جيجا بايت. ترى بيستحمل داعك هذا شغل كذا ولا لازم نكون يعني شوي لطيفين بالتعامل معه؟ ديليكت. لا هلا هو بيتحمل داعك. بيتحمل داعك وبيتحمل شغل لانه الكفر تبعه الخلفيه تبعه كلها الومنيوم, مزوده بالالومنيوم, فهو بيتحمل. هن اصلا صمموه طرحوه بنظامين, الاندرويد لولي بوب 5 والويندوز 8.1. حتى الشركات انه يستهدفوا قطاع الشركات انه اللي بيستعمل النظامين او انه بيحتاج النظامين على نفس الجهاز, حبوا انه يستغلوا قطاع الشركات, يتوجهوا لقطاع الشركات بهذا الجهاز, وخصوصا انه بيشبه تصميم اجهزه لينوفو الحديثه. فكان انه كثير سهل, وكمان البطاريه تبعه قدرتها 7500 ملي امبير, فهي كبيره نسبيا, بتقعد تقريبا 18 ساعه. بس مو معقول شو رقيق. رقيق. هو رقيق, هذا المميز فيه. نسائي. سعره رح يكون 500 دولار, رح يتوفر بالسوق ب 500 دولار, وفينا نحصل على الكيبورد معه بنزيد عليه 100 دولار. نعم. 600. هيك خلصوا اخبارنا لهالاسبوع. ايه خلصوا اخبارنا. احنا بنشكرك دائما طارق على وجودك معنا كل نهار اربعة, حتى ضلك هيك عامل للمشاهدين وموضح لهم كل جديد في عالم التكنولوجيا. أكيد. اهلا وسهلا فيك مهندس طارق الشامي. اهلا لك طارق. مشاهدينا فاصل, راجعين واياكم لموجزنا الاقتصادي.